ونقول يا صباح الفل. كل سنة وانتوا طيبين. انا اسمي ريناد، مصرية عايشة في عمان بقالي كام سنة، عرفت اطباعهم وتعرفت عليهم، بس النهاردة هوريكم عمان بس بعيوني انا. كل سنة انت طيب. ايه؟ كل عام وانتم بخير بمناسبة عيد الأضحى. خلوني أعرفكم على الشعب العماني شوية. ناس ولا أطيب من قلبهم، هيستقبلوك ويحبوك كأنك واحد منهم، بيحبونا وكمان إحنا بنحبهم. تمام. طيبة. تمام. من مصر. أيوة. حياك. ربنا يخليك. سبع ريال. ولا مرة شفت الضحكة مفرقة وشهم، شبهنا في حاجات كتير قوي، منها الجدعنة والقلب الطيب. قولي بتاكلوا إيه في العيد؟ الشوا والمشكيك. أيوة. عيش. أيوة. بس عيش. لحم. ايوه. تاكلوها بره ولا جوه البيت؟ لا بره. في البيت. بتاكلوها في البيت مشاكيك؟ بتعملوا مشاكيك في البيت بره البيت؟ ايوه. طب ما تعزموني. زين اتفضلي. ينفع تعزموني؟ كل سنه وانت طيب. الله يخليك. ربنا يخليك. وفايتك نص عمرك يلي ما شفتش سوق نزوه يوم هبطه العيد. ما ينفعش العيد من غير الحلوى العمانيه. دي حلوى الجوز ولا اللوز؟ تحفه. اهي الحلوى العمانية دي بقى، مفيش مكان هتدخله في عمان الا لما تاكلها وجنبها كوبايه قهوه عمانيه. السلام عليكم. عليكم السلام. Where are from؟ انا من امريكا. انت من امريكا؟ ايوه. انت تتحدث العربيه؟ ايوه، ندرس العربيه هنا في نزوه. مع السلامه. انت بتروح تشتري السمك في سوق نزوه وتاكله وانت واقف عادي؟ هذا جزر مشوي. اسمها جزر. جزر تونه. جزر مشوي تونه. ايوه. يعني دي معمول على اي طريقه؟ طريقة التقليدية العمانية. وفي السوق كمان هتلاقي فخاريات وفضة ونحاس ومشغولات يدوية كتير قوي، وكمان الخنجر العماني، وكل ده بيتباع بالمزاد يوم الجمعة، لازم تروحوا. أماكن جميلة بناس جميلة. أكتر حاجة بتشد انتباهي في نزوة هي النزل اللي موجودة هناك، عاملينها بطابع قديم يخلوك تتمنى لو كنت هناك في الزمن ده، بس أحلى حاجة إن هم معيشينا فيه لو حتى بالديكور. لما تيجي على نزوة ما تحجزش في فندق، أنت ممكن تحجز في نزل بيوت على شكل البيوت العمانية القديمة. تعالوا بس افرجكم على بيت الحسن الاول. تعالوا بقى معايا شوفوا ريحة زمان وجمال البيوت القديمة. اوضة قديمة ما فيهاش اي حاجة حديثة غير التكييف، مروحة بتاعة زمان، اللمبة بجاز، وكل ما هو قديم بيخصني انا بقى، لان انا لسه اصلا ما جيتش من زمان. انا بحب ايام زمان بكل تفاصيلها، بكل لعبها، بكل الوقت اللي كنا بنقضيه حلو. بس عموما شكرا لنزل نزوة التراثية ان هم عملوا لنا مكان حلو قوي كده نعرف نسترجع بيه ايام زمان. وزي ما شفنا القديم هوريكم دلوقتي الجديد كله في وادينا ووتر بارك. تعال افرجكم عليها. كنت انا تحت المكان ده بس هما اللي خدوها مش انا. انا بقى هنزل امتى؟ مرحبا مرحبا بالعيد يا مرحبا ويا مهلا بالبيوت يا مرحبا. شوفوا 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 فيك الفرح غنوة. عيد الهنا يا عيد فيك الفرح غنوة. يا مرحبا بالعيد يا مرحبا بالعيد سعيد. عارفه عايزين تشكروني عشان قلت لكم على المكان الجامد ده، بس يلا كل سنه وانتم طيبين. ودلوقتي جه دور ان انا اعرفكم على الاكل العماني الاصيل. جيت على مطعم رزنا عشان اوريكم اصل الاكل العماني ده. اسمه خبز رخال، كانت وما زالت الام العمانيه تجيب الطوبق وتعمل لهم خبز الرخال قدامها اولادها كلهم يبقوا مستنيين. ممكن اكل بقى عشان اشوف الحوار ده كله. ناول نفطر بالعرسيه. بتفطروا الصبح فطار؟ ايوه. بعد فطار عرسيه. ايوه. ليه؟ خفيفه جدا. هي خفيفه؟ ايوه. اوكي باخد حته صغننه كده. اول بدون ترشه بعد كده بالترشه. اه الاول بدون ترشه. جربيها يعني. ايوه جربي عشان تفرقي بالطعم. عشان اوكي. بسم الله. ما هذا؟ عرسيه. ما هي؟ رز. ما بيدخلها؟ رز وهيل. رز وهيل ودجاج. ودجاج. حطي قطعه أحط لحمه معاها كده. احط الترشه. حطي قطعه لحمه. واحط قطعه لحمه. أي. بقت احلى كتير. ايه اللي حصل بقى؟ اللحمه دي بتتاكل في الغداء يوم العيد مع خبز الرخال او العيش اللي هو الرز الابيض. طعمها زي طعم الكباب الحله بس طبعا تحفه 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 تحفه. احنا نسميها لحم قلاي بس هو مش مقلي.
نيجي بقى على الشوى العماني، بتتساب في مكان اسمه التنور، في اللي بيسيبها 18 ساعة وفي اللي بيسيبها يومين ثلاثة، على قد ما تقدر سيبها ويطلع طعمها تحفة. أما المشاكيك فدي حبيبتي أنا بقى. دي صفة حبابوه، حبابوه بالعماني يعني جدي. صفة حبابوه يعني جدي، حبابوه يعني جدي. لسه عارفة المعلومة دي زي زيكم بالظبط. السلام عليكم. كل غرفة مكتوب عليها هذه صفة اسم حبوه. حبوه حبوه يعني جدتي، هناك حبابوه جدي. دلوقتي احنا هنتحلى. أول حاجة حلوة، الحلوى العمانية دي لازم، ده شيء أساسي. لو أنا عملت إيه، لو رحت فين لازم أكل حلوى عمانية. طلع يعني دي إيه دي؟ هذه قولة وعسل. دي إيه؟ قولة وعسل، بس طعمها حلو قوي قوي قوي. دبس. عارفين الفتة؟ طعمها عامل زي الفتة باللبن، بس محطوط عليها شوية حبهان. فيها حبهان. يس. فيها زعفران. دي إيه؟ خبيصة. خبيصة؟ أيوه. عشان هي خبيصة؟ الخبيصة دي بقى معمولة من إيه؟ طحين وحليب مجفف. طحين. زعفران وهيل ومي ورد. تعالوا نشوف الخبيصة. أيوه. هي خبيصة فعلا. حلوة؟ واللي هناك دي؟ رهش. رهش؟ تعرفي ده لما تاكليها تعرفي. لما كلها اوكي بالمصري. حلاوه طحينيه. ايوه. دي بقى الكوشه بتاعه العروسه، بتكون جواها يوم الحنه وبتشاور للمعازيم كده بس بايديها. يا رب اكون اديتكم لو فكره بسيطه عن عمان وتكونوا حبيتوها زي ما انا حبيتها. وكل سنه وانتم طيبين. باي باي. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.